الطالب عبد الله عيسى الجبارة حقق المركز العاشر على مستوى العالم والمركز الثاني على المستوى العربي والإسلامي في أهم المسارات العلمية في الفيزياء. سعدنا به وانتشر الخبر قبل أيام قليلة، حاولنا التواصل معه فكان مستعدا متجاوبا، حضر معنا في الاستديو. ورحب ابني، اسمح لي أقول لك ابني عبد الله ابن عيسى الجبارة، ونبارك لك هذا الفوز. الله يبارك فيك إن شاء الله، وأحيي جميع المشاهدين على قناة. طيب يا عبد الله، نبغى نبدأ معك من البداية، من بداية الدراسة. أنت كنت متفوق وإلا يعني بعد ما استمرت في الدراسة تفوقت؟ حدثنا من بداية المرحلة الانتظام، الدراسة المنتظمة. التحقق المسار العلمي بالفيزياء من الصف الأول متوسط، كان في تصفيات على مستوى المدرسة في الاختبار الأولمبياد الدولي للفيزياء أو بالأحرى حق المملكة. دخلت الاختبار بالصف الأول. لا قبل، أنت في الابتدائي كنت متفوق؟ متفوق. كنت تاخذ يعني تنجح بتفوق؟ اي بتفوق. وبعدين دخلت المتوسط وجت الفيزياء. اي عليك نور. جميل. ها، فالمدرسه لحقوني بدوره. ايش حببك في الفيزياء، المدرس ولا انت ولا كيف؟ كيف حبيت الفيزياء؟ امي مدرسه فيزياء. هنا السر، امك مدرسه فيزياء. إيه؟ الله يحفظها ويخليها. امين ان شاء الله. ابوي تخصصه فيزياء. والوالد فيزياء. إيه؟ عائله فيزيائيه. ما شاء الله. فهذا اللي زادني اني اكتشف الفيزياء. جميل. وكان عندي حكمة أمشي عليها، أصنع تجارب لنفسك لا تصنع أعذار. يا سلام. فكنت أحاول أني أوصل للطموح اللي أنا أبغى أوصل فيه. الدورة كانت مدة سنتين. أيوة. مدرسة التهذيب الأهلية. أي. كانت في مدة العصر. بداية الدورة كنا إحنا 12 شخص. بحدود أسبوع صرنا شخصين، كلهم انسحبوا. انسحبوا. إيه من ما أدري. وأنت متمسك بالعبارة اللي عندك. إيه. أصنع تجارب ما أصنع أعذار، ما أدور عذر حق إني ما أحضر. رائع يا عبد الله. فهذا اللي أهلني أكثر إني في المرحلة الثانوية إني أنتقل على مسابقة على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي. دخلت على التصفيات على مستوى المملكة. أيوة. طلعت المركز السابع. إيه. ثم طلعت على مسابقة الدولية للخليج الخاصة. طلعت فيها على المركز الثاني. على مستوى الخليج حضرت. نتوقف الحين، أنت السابع على المملكة والثاني على الخليج، اللي قبلك في المملكة ما شاركوا في الخليج ولا انسحبوا ما كملوا؟ لا هذه المسار خاص. ف يعني تطلع باسم أكاديمية أو باسم مدرسة أو باسم منظمة، مو باسم دولة. الثاني على الخليج. أيوة. بعدين دخلت خمس دورات تدريبية على مستوى الخليج. كانت أولها في الرياض، تلتها دبي مع تهنئة من الشيخ محمد بن راشد، تلتها الكويت. ثم عمان من تهنئة الباط السلطاني، ثم شرم الشيخ. هذه الاختبارات أهلتني أكثر أني أدخل على المسابقة الدولية اللي كانت في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. ما تدخل مسابقة إلا تمر بهذا المسار؟ لا لا، هذه خيارية يعني، إذا أنت تثقف من نفسك أكثر. يعني أهلتك بس أنت. إيه. تكون جميل. عندك خلفية على الاختبار. جميل. ذهبت الولايات المتحدة؟ ذهبت الاختبار، كانت الاختبار على ثلاث تصفيات، ثلاث مراحل. إيه. في المرحلة الأولى بفضل الله تعالى حصلت على المركز الرابع، عفوا الخامس. في الاختبار الثاني كان التحدي صعب. إيه؟ انك الدول المشاركه واجد. إيه؟ كانت يرفعون مستوى الاختبار ولا نفس الاختبار؟ يرفعون مستوى الاختبار. إيه؟ كان مشاركه 58 دوله. إيه؟ 1059 مشارك. إيه؟ فكونك انك انت تحافظ على مركزك من العشر الاوائل. إيه؟ هذا انجاز بالاساس. اكيد. فكان انا عندي هدف اني ما احاول انزل من العشر الاوائل، اصعد فوق. ما ودي انزل. إيه؟ فخطه الاختبار حصلت على المركز الرابع، رقيت الدرجة. وأغلب المشاركين كانوا في مرحلة تنازل، يعني اللي صار الأول صار الثاني، للثاني صار العاشر، للعاشر صار عشرين. فصار في حماس في المنافسة. ايه. في الاختبار الثالث جات صدمة. الاختبار مفترض يكون في 5 يناير. ايه. 3 يناير الصباح جاء رسالة إيميل من الجهة المنظمة، تعالوا مكان الاختبار. شلون ما شلون ما تدري شلون. رحنا مكان الاختبار. فاجأوكم يعني. إيه فاجأوهم. ما هو في نفس الجدولة. إيه. وأنا كنت قبلها برا نيويورك. فما كنت مستعد لا نفسيا ولا حق الاختبار أساسا. فرحت الاختبار أساسا أنا أسلم على جماعة ما حد يدري علي، يعني من الناس إن هي كانت متوترة. وكنت أنا متوتر والعالم كله متوتر في الاختبار كأنه مفاجئ.
فخذت الاختبار بفضل الله تعالى، ثم دعا الوالدين، حصلت على المركز العاشر على مستوى العالم. ما شاء الله ما شاء الله. الاختبار اللي خضته يمثل مين للجامعيين مثلا، لمستواكم انتم؟ يعني كيف مستوى الاختبار، يعني المستوى اللي انتم خضتوه؟ المستوى الفئه العمريه حق المشاركين في الاختبار في اكثر من فئه، في الفئه المتوسطه هذه مسارها يعني اختبار لها غير، والفئه الثانويه غير. فاحنا كمرحله الثانويه على مستوى العالم، طبعا كل دوله لها اسم مسمى، هذا الاختبار دخلنا فيه. خلني ارجع قليلا لبعض المؤسسات المهمه زي الاسره مثلا، هل الوالد والوالده يعني يتابعونك، يرفعون من مستواك، يساعدونك طبعا، يعدلون مسارك؟ طبعا هم الدور الاكبر في الوصول لهذه المرحله. يعني هم كان التحفيز لا يكل ولا يمل منهم. ما شاء الله. يعني تحفيز مادي، تحفيز معنوي. على المستوى العملي يعني يتابعونك، يعني يضعوا لك برنامج ويطورونك في الفيزياء. طبعًا. طبعًا. كوالد. كم تأخذ في الفيزياء في المدرسة أنت؟ بالفيزياء؟ أغلب شيء الدرجة الكاملة. 100%. ما شاء الله. إن شاء الله. طيب، خلنا نسأل عن المستوى، عن المؤسسة التعليمية، المدرسين، الإدارة. مهتمين بك في وانت في 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 هذا الانجازات؟ المدرسين يعني في نوع من الاهتمام في المدرسه. الاستاذ مفرح استاذ الفيزياء في المدرسه، وكيل المدرسه هو اللي تابعني باول لحظه بلحظه، وين رحت، وين صرت، ارتفعت، نزلت، يسوي لك دروس تنشيطيه، ساعدوك في المسابقه؟ المسابقه لا يعني، بس انا كان يعني في دوره تدريبيه، انا يمكن كان شغالي في الدورات الخمسه في دول الخليج، كانت في فتره قصيره، كانت كل ويكند اكون برا السعوديه، فكان شوي اكون وسط الاسبوع بالدراسه والويكند حق المسابقه. عبد الله وش تبغى تصير في الفيزياء؟ ودي اكون عالم فيزياء، واجعل في كل بيت صغير عالم فيزيائي صغير. يعني تبغى تصير عالم، وتبغى تصير دكتور في الجامعه ومحاضر وتعلم الناس الفيزياء؟ طبعا من اطمح الي ان اكون طيار، بس طيار هذه مهنه، أنا أبغى الفيزياء تكون هواية عندي. فهمت علي؟ لا. هو في نوعين في يعني تبغى تصير طيار تصير عالم فيزياء؟ هو طبعا الفيزياء بالطيران، أنا أربط، أحاول إني أربط الفيزياء بالطيران. مثلا طيران الصاروخ تستخدم قانون حفظ الزخم، الارتداد. عن طريق الارتداد يرتفع الصاروخ. هبوط الطائرة، نزول ارتفاع الطائرة، هذا كله له علاقة بالفيزياء. عبد الله أنت حبيت الفيزياء ولا حب ابوك اهلك في الفيزياء؟ انا فيزياء ماده ثقيله يا. لا انا بالاساس المدرسه كانت مدخلاني مسار الكيمياء. لان كانوا كلهم مستصعبين الفيزياء، انا قلت باخذ التجربه وادخل الفيزياء ما ادخل كيمياء. طيب اسمح لي يا عبد الله باشرك ضيف كريم، هو الدكتور مهدي احمد الطاهر، عالم النفس بجامعه الامام فيصل بن عبد الرحمن. اهلا بك يا سعاده الدكتور. وانت الله السلام عليكم. وانت والله مرحبا، اهلا بك وبالاخ عبد الله. وانت قريب علميا وتدير المؤسسه التي تحتضن عبد الله، كيف تقيم هذه الجائزه؟ اهلا بك، حياك الله حياك الله، واهلا بجميع المشاهدين. بلا شك جائزه طيبة وثمينة وقيمة للابن عبد الله وللوطن الغالي، كما سمي بأينشتاين بلا شك، وهو مسمى كبير جدا وله دلالات علمية عالية. لذلك نحن نفتخر بعبد الله وبأمثاله ممن حضروا في كل الميادين العلمية، إن كانت في الكانجرو او كانت في ستيم او كانت في موهبه او كاوست، كلهم ما شاء الله ابناء الوطن بداوا يلمعون في مثل هذه المباريات العلميه في ارجاء العالم يعني. طيب سيدي الكريم، هل تقترح بان هؤلاء يكون لهم برامج خاصه حاضنة تهتم بهم؟ وهل وزارة الإعلام أو المؤسسة التعليمية عندنا تتفهم مثل هذا؟ أحسنتم، سؤال جدا رائع يعني. ونحن في طريقنا إلى الرؤية والتحقيق 2030، من الضروري ومن المهم
وفي غاية الأهمية. أولا تسليط الضوء على مثل هؤلاء النخب العلمية اليانعة واليافعة والأشبال المهمين حتى يحثوا زملائهم في الأصعدة المختلفة، هذا واحد. النقطة الأخرى اللي مثل ما أشرت لها أنت حضرتك، أن لابد أن يكون لهم تبني ورعاية إن كانوا من مؤسسات أو كانوا من جامعات أو كراسي علمية في هذه الجامعات الرائعة التي لدينا. فترك هؤلاء الشبيبة وهؤلاء الشباب بدون أي رعاية أو تسليط الضوء صحيح. عليهم يعد بلا شك إجحاف لطاقة وطنية عالية وراقية. إن كانت الوزارة أنا صحيح. بلا شك يعني بودي أن يعني وزارة التعليم أن تتبنى وتبرز مثل هذه الطاقات. مليون طالب لدينا ولله الحمد، بين هذا العدد الكبير أكثر من مليون طالب، هناك الكثير منهم من ذوي العقول المتقدمة طيب. وكل الأفراد كما يقول جيل فورد هم من المبدعين بلا شك. لابد نحن فقط نكتشف هذا الإبداع ونرعاه بأي نوع كان، إن كان في الفيزياء أو الرياضيات أو الروبوت أحسنت. أو النانو أو غيره من يعني مجالات المعرفة المختلفة. شكرا يا دكتور مهدي بن أحمد طاهر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. أنا فقط أريد أصحح معلومة أني أنا متقاعد الآن بجامعة الإمام، الله يبارك فيك. لكنك بالإمكان أن تتطوع. أكيد أكيد. ونحن طرحنا موضوع التطوع. شكرا دكتور مهدي. أنا متطوع الله يبارك. شكرا دكتور مهدي بن أحمد الطاهر عالم النفس في جامعة الإمام فيصل. وبالمناسبة أذكر أمرين، الأمر الأول بأن المؤسسة التعليمية كانت مشاركتها من الأهمية بمكان في هذا البرنامج، وتواصلنا مع الأستاذ مبارك المتحدث الرسمي للوزارة وكان يحاول أن يشارك لكن يبدو أنهم انشغلوا فما شاركوا، ونحن نتمنى من الوزارة أن تهتم فعلا بمثل هذه الكوادر. والأمر الثاني على مستوى إبرازهم، نحن في المؤسسة الإعلامية والمجد مؤسسة إعلامية راقية وكبيرة جدا، سعت وبشكل سريع أن تبرز مثل هؤلاء النجوم لأنهم فعلا يستحقون أن يبرزون في مثل هذا المجال. يا عبد الله يا حبيبي، أنت تدرس في مدرسة خاصة ولا في حكومية؟ خاصة. خاصة، والمسؤول الدكتور، فالمفروض الدكتور الآن يكافئكم وتنزل الرسوم شوي عليك، المفروض أنك تدرس مجاني، أنت رجل مبدع، أنت قدمت للوطن والمدرسة شيء كبير. أشكرك يا أستاذ عبد الله، ونتمنى أن تكون عالم فعلا، وأسمع منك كلمة أخيرة في النهاية. أود أن أهدي هذا الإنجاز إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولا أنسى جهود الوالدين وجهود أسرتي عائلة الجبارة في أن تابعوني ووصوني إلى هذه المرحلة. والوطن، جميع الوطن بقيادته يفخرون بك يا عبد الله، وأنت بإذن الله عز وجل عنصر قادم ينفع بلده ودينه. شكرا جزيلا يا عبد الله الجبارة الفائز بالمركز العاشر والمركز الثاني، المركز العاشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى العرب والمسلمين. شكرا جزيلا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.